أحضرت معي حقيبة، حقيبة صغيرة وفيها بعض اللباس الخاص بي، يعني شغلات يعني، ولوحتين والعود طبعاً فقط. أول ما جيت على اسطنبول بالشهر العاشر و11 و12 تقريباً 3 شهور، يعني بس مسح العود ودوزن. اسطنبول هلا لا، في حلم او امل انه اقدر اني اوصل، يعني نعمل شويه موسيقى اللي كانت من تراثنا او من شغلي الخاص مع موسيقيين. ضريبه الاساسي انه نحن نتعذب شوي، مع كل هذا نحن صابرين ولا يوجد لدينا خيار غير سوى الصبر، والصبر الجميل.